ويقول حفظك الله، يقول: من الشرك الأكبر الاعتقاد والغلو في الصالحين، ونحن يا فضيلة الشيخ نعيش في بيئة تعج بالصوفية والاعتقاد في الأولياء والتوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. سؤاله: ما حكم الدعاء لمن يموت وهذه حاله من أجدادنا وغيرهم؟ إنا لكم إذا من مات على الشرك فلا تدعو له، وأما من كان عنده معاصي ومخالفات وهو لم يشرك بالله فادعو له واستغفر له. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ولكن عليكم بالمجتمعات هذه الدعوة إلى الله، بينوا لهم وانصحوهم، هذا واجبكم، هذه حاجة، هذا وقت الحاجة إليكم، بينوا لهم، لا تسكتوا عنهم تيأسوا من هدايتهم. نعم.